بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، موضوعنا اليوم هو تتمة لموضوع سبيرولينا، حيث تعرفنا في الفيديو السابق عن هذا المكمل الغذائي، مصادره وقيمته الغذائية وطرق تناوله كحبوب ومسحوق. واليوم نستكمل معكم وسنتحدث عن فوائده للإنسان وآثاره الجانبية، وأخيرا مخاطر ومحاذير استخدامه. وسنبدأ بفوائد سبيرولينا. ومن فوائده أنها تقلل من نسبة الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد الذي يحافظ على صحة الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يساعد في تجنب تصلب الشرايين وبالتالي تجنب النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وتعتبر سبيرولينا غنية بمضادات الأكسدة المهمة للمحافظة على صحة القلب والكبد والكلى، ودعم جهاز المناعة والذاكرة والخصوبة، يعني القدرة على الإنجاب. وتعمل سبيرولينا كمضاد للالتهابات، وتوفر دفعة شبه فورية من الطاقة للجسم، وتحسين القدرة على التحمل والتقليل من الشعور بالتعب، وتحسين جهاز المناعة، وتوفير دعم استثنائي للقلب والكبد والكليتين. أيضا تطهير الجسم من السموم وغيرها من الشوائب التي قد تسبب الأمراض أو غيرها من المضاعفات الصحية. أيضا تقليل الشهية للطعام، مما يساعد في فقدان الوزن. أيضا تحسين صحة الجهاز الهضمي. وتمتلك سبيرولينا خصائص مضادة للسرطان، وخاصة ضد سرطان الفم، وتقليل ضغط الدم الذي يتسبب ارتفاعه في أمراض عديدة وخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى المزمنة. أيضا علاج أعراض التهاب الأنف التحسسي، وزيادة تركيز الهيموغلوبين، والمساعدة في علاج فقر الدم، وزيادة قوة العضلات والقدرة على التحمل والسيطرة على نسبة السكر في الدم. طبعا هذه هي أهم فوائد سبيرولينا. أما الآثار الجانبية لسبيرولينا، ووفقا لمركز جامعة ميريلاند الطبي، تعتبر سبيرولينا آمنة حتى في الجرعات العالية مع عدم وجود آثار جانبية. ومع ذلك فإن بعض الأشخاص قد يتعرضون لآثار جانبية عند تناول سبيرولينا، مثل الصداع والتعرق والغثيان وصعوبة التركيز واحمرار الوجه. طبعا هناك سبب للآثار الجانبية في استهلاك السبيرولينا الملوثة بالمعادن السامة. طبعا هناك سبيرولينا ملوثة بالمعادن السامة المنتجة من بعض الطحالب التي قد تتعرض للتلوث بسبب نموها في ظروف غير آمنة، يسبب مشاكل صحية عديدة مثل تلف الكبد والغثيان والقيء والعطش والضعف وتسارع ضربات القلب والصدمة. لذلك يعتبر من الضروري جدا والهام جدا البحث عن مصادر آمنة وموثوقة للحصول على سبيرولينا. طبعا تكون من مصادر موثوقة وآمنة ومعترف فيها دوليا ومصرح لها دوليا بإنتاج سبيرولينا. ولكن أيضا هناك محاذير لتناول سبيرولينا، طبعا لا تصلح لكل شخص. يجب على الأشخاص المصابين بمرض الفينيل كيتونيريا استشارة الطبيب قبل تناول سبيرولينا، لاحتوائها على العديد من الأحماض الأمينية التي لا يمكن لأجسام مرضى الفينيل كيتون يوريا التعامل مع بعضها، كما يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للتجلط استشارة الطبيب قبل البدء أو التوقف عن تناول سبيرولينا. أيضا تجنب تناول سبيرولينا للأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض التصلب اللويحي المتعدد أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو الحمى الذؤابية، وذلك لأنها يمكن أن تحفز نظام المناعة مما يجعل الحالة أسوأ. ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لليود تجنب تناول سبيرولينا لاحتوائها على اليود، وتجنب الحامل أو المرضع تناول سبيرولينا بدون استشارة الطبيب. أيضا يجب استشارة الطبيب قبل تناول سبيرولينا في حال وجود أي أمراض
ويجب التأكد من الحصول على سبيرولينا من مصادر آمنة كما ذكرنا لتجنب المشاكل الصحية الناتج عن استهلاك سبيرولينا الملوثة. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبايبنا. بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. دمتم في حفظ الله ورعايته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.